الشجون. هاد الناس هادو اللي ولادهم في الشجون ديال ليبيا اللي معتقلين في الشجون ديال ليبيا على الهجرة السرية. حنا وليداتنا حنا عندنا شي مجموعة أربعة ديال 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 الدراري جابوا لهم الصنادق بين أولادهم ميتين، وحنا يا ولادنا ما ميتينش، راهما في الشجون ديال ليبيا راك نعنيو خدامين بهم، عندهم دبلومات. الحكومة ديالنا ديال هذا، المهم حنايا كنسولوا على ولادنا تيقول لكم في الشجون الليبية، فهمتي؟ الوافد مني مشى من هنا بصموا النص وخلاو النص، كاين شي حباسات اللي ما مشاوش ليهم. دابا حنا ملي توصلنا مع الناس عاوتاني قال لك راه الحباسات اللي فيهم ولادكم وداك الشيء راه ما توصلوش ليهم، اللي عند الدراري اللي عندهم الصنعة وعندهم النعني وخدامين بهم ما توصلوش ليهم. علاش هذا الوفد مشى من هنايا، علاش ما توصلش لكل شيء؟ علاش ما بصموش شي ما بصموش؟ علاش ما بصموش وما بص هذا؟ وحنايا هذوك الدواسه اللي جابوا لينا مع الصنادق فين ما اي اداره كندقوا عليها تتقول لك ما تسكتوش على هذا الشيء. مع من داروا التحليلات هاد الناس؟ واش كاين خوف؟ واش كاين باه تما؟ واش كاين مو؟ ولادنا فين هما؟ مع من داروا التحليلات؟ بغينا نعرفوا، حنا بغينا التحليلات ديال تما. ها؟ لا قال لك هما تفرتوا. ولكن حنا الناس قالوا لك لا، الضربه جات في الافارقه ما جاتش في المغاربه، المغاربه هزوهم. والناس اللي عندنا قال لك هزوا المغاربه اللي عندهم دراري اللي عندهم صنعه كلهم هزوهم عاد داروا ديك اللعبه ديال هذا. حنا دابا كنطالبوا بولادنا يجيو، اللي بصم واللي ماشي بصم، وليدات المغاربه كلهم بغيناهم يجيو. حنا ما كنطالبوش باللي مبصمين يجيو واللي معروف بشي حبس يجيبوه، حنا كنطالبوا جلاله الملك محمد السادس يقلب على وليداته كاملين ويجيبهم، ماشي خاصين حتى لهالدرجه. علاش الدول الاخرين جابوا ولادهم حنا ما نجيبوش ولادنا؟ علاش؟ شنو السبب؟ بغينا نعرفوا شنو؟ علاش؟ ما عندهمش دم في الاسلام؟ شنو كاع داروا في ملك الله؟ الهجرة السرية كانت من شحال هادي؟ الهجرة السرية كانت من شحال هادي؟ كانت باه الله يرحمه راه كان تيجيب لينا ولادنا، ها؟